قصة بعنوان تروس صادرة. لا تخونه الذاكرة عن موعد الغداء، في الرابعة إلا ربع وقت خروج طاجن البامية من الفرن، بحيث تحمله أم عاطف الخادمة إلى منتصف طاولة الطعام. لا يبدأ عبد الدايم في الأكل إلا عند جلوس هناء في المقعد المقابل. لا يتبادلان النظرات إلا إذا احتاج أحدهما الملاحة أو ملعقة السلطة من أمام الآخر. يأكلان بهدوء وحذر، كأن قرصة الجوع لم تصبهما، ولا ظفرة الشبع ملأت بطونهما أبدا. يفرغ عبد الدايم من طعامه وهو يقول الحمد لله، فتتبعه هناء متمتمة بذات الكلمة حتى وإن لم تفرغ من طعامها بعد. يتلمس بطنه بثمالة بينما يراقب تنفسه مثلما أوصاه الطبيب، ليلتقط أول خيط لضيق التنفس الذي بات يهاجمه منذ عدة أشهر. تعود الخادمة لتستبدل الأطباق بصينية عليها كوبا الشاي والبراد، لكن صوتا عنيفا صدر هذه المرة بالقرب منه يشبه حشرجة الموت في خشونته، يحيل نظر الثلاث فجأة إلى الحائط المقابل. ارتعشت يد معاط فانزلق البراد يفيض بمائه على سطح الصينية. تسرع تلك الأخيرة لتتبين مصدر الصوت، بينما الماء المغلي قد أحال قعر الصينية المعدني إلى ما يشبه الزجاج، عاكسا على صفحته ما بدا فوقه، وجهان بلا أي ملامح. تتبع عبد الدايم خطوات معاط بقلق، أما هناء فأطرقت إلى وجه الحزين الباد انعكاسا، وكأنها تصطدم برؤيته للمرة الأولى. تظهر تقاسيم الوهن على جبينها العابس، وقد تهدلت شفتاها حتى صارتا بلون التراب. ما أقصى ما يهلكه فينا العجز والحزن، هكذا قالت في نفسها. جاء صوت الخادم العجوز من الصالون وقد بدا عليها الارتباك، فقالت بينا خير بالتاني. هرع عبد الدايم وراءها مغالبا خشونة مفاصله حتى وجد ما كان يخشى مواجهته منذ فترة، إنها الساعة ذات البندول القابعة في منتصف الصالون، وتلك تروسها التي شاخت من الصدر وما عاد يبدي معها إصباح. ما ترميها يا باشمهندس وتشتري لك واحدة شغالة، قالتها وهي تغالب إحساسها بالإشفاق على رجل قارب الستين يجلس القرفصاء وقد أزاح عن وجهه النظارة ليتبين سبب العطس. حرارة الظهيرة وشمس أغسطس الحارقة، تعطل المروحة منذ أسابيع، كل ذلك أحال وجهه إلى كتلة دموية يغزوها العرق خلال محاولاته البائسة في معالجة الصدأ. تلك أهم قطعة ينطوي عليها أثاث بيتهما العتيق، فلخمس وعشرين سنة لم يسمح عبد الدايم لأحد آخر أن يلمسها. منحت له كهدية في ختام بعثته إلى الاتحاد السوفيتي حين كان ضمن الوفد المبعوث للدراسة من قبل كلية الهندسة. كان مقرراً أن يصبح أستاذاً فور عودته، ولكن رأياً سياسياً أدلى به صدفة أمام رئيس الجامعة حال دون ذلك، فما لبث بعد العودة أن تم استبعاده من هيئة التدريس عنوة، حتى لم يبق له من الهندسة والسفر والتدريس إلا تلك الساعة ذات البندول الضخم القابعة في منتصف الصالون. أوي إلى الفراش بعد مسلسل الساعة التاسعة، لم يطفئ مصباح الغرفة. أو قال أول مرة يجي من 4 شهور مش هسمع دقتها قبل ما نام. كان على الأرجح يحدث نفسه، وهناء بالفعل لم تجيبه بشيء، فقد اعتاد الصمت الطويل، لكن آهة خفيفة غالبتها وأفلتت من صدرها، حسبها تقول شيئا. لا، لم تكن صامتة كما هي العادة، يستطيع تشبيك حروفها المبتورة بسبب فواصل من التنهدات. ربما قالت هذا فعلا، مش هتبقى أغلى من راح. وهو أيضا شعر بسخف ما قال، فأغمض عينيه دون أي رغبة في النوم.
كانت هناء شاخصة في مرآة صغيرة بين يديها. ظلت تطرق إلى تلك الهالات السوداء التي اقتنصت بياض وجهها، وانتابها شعور بأن عينيها السوداوين باتتا أغمق من أي وقت مضى. تلصصت على ما يبرز أسفل العنق نهديها الذابلين المختبئين وراء سراويل المنزل البالية. كانت تتجنب ملامستهما، لكن جارتها منذ أيام توسلت إليها أن ترعى مولودها لحين العودة. تتذكر كيف ضمت الرضيع إلى صدرها، تتداعى الذكرى محملة بشتى أنواع الحنين. فحين يموت الإبن تجف منابع الأمومة، وحين يذبل الجسد تنطفئ الرغبة تدريجيا في الآخر، وبين كلا الفقدين يتبدد كبرياء الأنثى. سمع صوت كركبة تأتي من الخارج، ثم انطفأت أنوار البيت إذ لم يبقى إلا المصباح فوق فراشهما. انتهت أم عاطف من أعمال المنزل وسوف تخلد إلى النوم. تقلب عبد الدايم وأصبح معاكسا لها، يعرف أنها مغرقة في أفكارها ولن تلمحه. يقبض على قرص أخفاه في جيب بجامته، يظل كل ليلة يقلبه بين أنامله متذكرا تحذير الطبيب: إذا ابتلعته سوف تقضي ليلة نارية، بيد أنه لن يليها صباح. تطوف بذهنه ذات الخاطرة قبيل النوم، يحدث نفسه بها وينتشي بتردد صداها، وهو يقول في نفسه: ما أجمل الحياة وأرخصها لو أنها تنتهي بليلة كهذه. ظلها أصبح قريبا فجأة، حجب عنه انعكاس ضوء المصباح فوقه، فما عاد يرى القرص في يده، بل إنه شعر بأنفاسها أعلى رأسه على غير ما ألف منذ سنوات. لفت هناء بذراعيها جسده البائس المرتجف، راحت تبحث عن كفه في الناحية المحتجبة من عن الضوء. أرهف السمع إلى همهمتها الخافتة وهو ينحسر بجسده داخلها. التقطت القرص، أزاحته من بين أنامله، فانزلق على الأرض تشنج وهو يراه يدور على البلاط حتى اختفى تحت الدولاب. ظلت هناء مطوقة له، ثم لثمته على جبهته بلا أي دافع سوى الإشفاق، وقالت: ملهوش لزوم عبده، خلاص. أحس بها تتخفف من عناقها له، وارتفعت بجذعها لتطفئ المصباح فوقهما قبل أن تستدير تاركة إياه بين ظمئ وشبع. ما أسوأ أن ينام المرء مهزوم. بكر في الصباح التالي، يبدو للوهلة الأولى نشيطا مع أن عينيه تحملان الكثير من اليأس. قام فيما الكل نائم، بحث عن شنطة قماشية كبيرة، اهتدى إلى واحدة أزاح عنها التراب، واتجه إلى الصالون. على مدخل باب الشقة أصدرت معاطف شحقة متفاجئة، كانت قد استيقظت لتوها. إيه اللي مصحيك يا بدري يا بشمهندس؟ وإيه اللي ملفوف في القماش ده؟ الساعة مبندول. ظلت واقفة لا تحرك ساكنا من هول الصدمة، لكنه ابتعد عن الباب مشيرا لها باستكمال المهمة: شيليها من قدامي، بتفكرني بالأيام الجميلة.